صباح الخير، الصوت واضح للجميع؟ وعليكم السلام. طيب في تمام البداية، واضح. تمام. Good morning everyone. I'm أحلام العمري. I'm the supervisor of infection prevention and control programs at the General Directorate of Infection Prevention and Control of Healthcare Facilities at Ministry of Health. إن شاء الله اليوم I will give you ابتهال القبلي مستشفى دلة. لين حياك الله ابتهال. مستشفى المواصلة، أمل الحربي، أمان العنزي وزينب. حياكم الله. تبغين الكشف؟ لا ما يحتاج. طيب الرياض عندنا دلة والموسى عبد الله ومين ثالث؟ محمد مستشفى محمد بن عبد العزيز. في طلبة اللي هناك. هلا استاذ احلام، صباح الخير. صباح الخير صباح للجميع. الورد. معاي الزملاء، نعم، في التريننج سنتر هنا في الرياض. انا اعول الكثير زميلكم في اداره مكافحه العدوى في الشؤون الصحيه بالرياض. حياك الله استاذ عون. تمام، نروح لجده. مجمع الملك عبد الله. ايوه موجودين. طيب اسماء ام بعد ابنك. يلا روح. السلام عليكم، انا عائشه منسقه مكافحه عدوى من مدينه الملك سلمان الطبيه بالمدينه المنوره. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحلام أحمري، مستشفى الملك عبد العزيز بجدة. حياك الله. السلام عليكم، شهر الماسي من إدارة مكافحة العدوى في الطائف. نور القحطاني من إدارة مكافحة العدوى منطقة عسير. حياكم الله. وعليكم. أبو العيسى، مستشفى الملك فهد الباحث. حياكم الله جميعا. مجمع ملك عبد الله خلصنا كذا صح؟ نروح المستشفى الملك فهد. مريم الميزاني، مستشفى مدينة الملك سلمان في المدينة المنورة. حياك الله. مالك البلوي، مستشفى الملك فهد بجدة. حياك الله. حياكم الله. مستشفى الملك فهد. إذا خلصنا الملك فهد، نروح لمستشفى الملك عبد العزيز جدة. صباح الخير. مستشفى الملك عبد العزيز جدة. أيوة هناء الحارثي، مستشفى شرق جدة. حياك الله. وفاء مستنطر، مدينة الملك عبد الله بمكة. حياك الله. زين، مستشفى الولادة والأطفال بمكة. حياك الله. رؤى الجهني، مجمع الملك عبد الله. طيب
حياكم الله جميعا. تفضلي. طيب نروح للدمام، مجمع الدمام الطبي. عبد العزيز محمد، مستشفى الأمير محمد بن ناصر. حياك الله. نسيم عطيه، مستشفى البعدي شلال. حياك الله. جنان العيد، مستشفى العمران الإمام بالأحساء. حياكم الله جميعا. خلود الرشيدي، مستشفى قاعدة الجوية الظهران. طيب نروح التريننج سنتر الثاني اللي في الشرقية. تخصصي. أهلا أستاذ أحلام، الله يعطيك العافية. عافيك يا رب. أحمد من إدارة مكافحة العدوى بالتجمع الصحي، تجمع الإحصاء الصحي. إيه حياك الله. زينب السلمان، مستشفى الولادة والأطفال الدمام. حياك الله زينب. أحلام العبد الله، مستشفى العمران بالأحصاء. حياك الله. أنا سالمعتك، مستشفى عسير المركزي. حياك الله. سوسن العمر، مستشفى جبيل العام. حياك الله. كذا خلصنا جميع المدربين. تمام. طيب اليوم ان شاء الله راح تكون السيشن حقتنا بريف بس ريلي سيجنيفيكانت، وخصوصا الكورس حقكم اللي هو الريليتد للهيلث كير ستريت انفكشنز اوت بريك اند سيرفيلانس. طبعا اول اكتيفيتيز give you a brief introduction about the environmental health program, and then we'll explore the significance of environmental cleaning and disinfection and its role in preventing of the healthcare-associated infections. And I will give you, or I identify for you a specific terms and concept related to the environmental health program. And also I will explain for you the type and selection of disinfectant or equipments that required for the cleaning methods and measures. And finally, we'll give you the main methods required for evaluating or assisting the monitoring and the quality assessment and providing feedback for the healthcare workers. طبعاً as we all know that there is an increasing evidence that the healthcare associated infections is, it will be a reservoir in the environment, and it's a main important source of the healthcare associated outbreaks. And every day and in every facility that we have a must thoroughly clean its environment to prevent it from developing into a reservoir for pathogens. Always when we are looking for the investigation during the incidence outbreak, we will find a risk factor related to the environment as usual. عشان كده احنا لما نعمل investigation for the outbreak ونبحث عن الـ sources or risk factors that lead to the outbreak, we'll find in many cases that the environment have a main role. Do you think is this really significant to have environmental cleaning and disinfection? طبعا based on the evidence that it's really the environmental health or environmental cleaning and disinfection impact on the avoiding the outbreak and the healthcare associated infections. هنا ممكن راح تشوفوا article or study that published in 2020 about the impact of multi-center unified enhanced environmental cleaning and disinfection measures on the healthcare associated infections among patients, and particularly in the high risk area, which is the intensive care units. The study was a cross sectional studies. أخذوا swabs from the patients related to the MDROs or multi drug resistant organism, and before they are initiating the intervention اللي هي enhanced cleaning and disinfection. بعد ما أخذوا swab بدأوا بال approaches related to environmental اللي هي cleaning and disinfection using of the technologies and high level or intermediate level of disinfection. After that, they take another swab from the same patient, and they found out the rate of the multi-drug resistant organism dropped significantly from 31.77% to 13.32%.
And you can look at this study or research by clicking this link and find out more articles as a reference or searched from the same article. Also in the EPIC and in the different schools or textbooks related to the infection prevention and control and related to the environmental health program, they explore the studies that many microorganisms survive on the surfaces for a long period of time. رح ناخذ من example Staphylococcus aureus, including the MRSA or methicillin resistant Staphylococcus aureus. They found out it survives more than 12 months on the surface. Enterococcus, including the vancomycin resistant enterococci or VRE, also lives more than 46 months on the surface. The C. diff or Clostridium difficile persists more than 5 months. شوفوا بس a long period and a long time that the microorganism how it's live on the surface. They can, especially if we have inappropriate cleaning and disinfection or poor cleaning and disinfection, it will lead to the outbreak and transmission of these organisms to the other patient. And احنا عارفين كلنا انه our patients coming trusted on our healthcare facilities, they are seeking a quality and safe care to them, and they gain healthcare associated infections from the one factor, which is the poor infection cleaning and disinfection in the environmental surfaces. طيب, how does the infection spread or transmitted from the surfaces? I'm sure that during the first session or lectures from this course, you take some knowledge or awareness or a basic knowledge about the epidemiology. And احنا عارفين انه a role of environmental in the transmission of the hospital acquired infection is really significant. سواء كان via direct way or indirect way. Direct way, مثلا example, each patient عنده organism معين, سواء كان community acquired infection or healthcare associated infections. بعدين يخرج المريض هذا وما يتنظف السرير, ينتقل, يجي مريض اخر وينتقل له العدوى. هذا عن طريق ال inappropriate environmental cleaning and disinfection, هذا يعتبر direct way of transmission of infection. ولكن في indirect ways اللي هي عن طريق تكون عن طريق the hands of the healthcare workers and also using the contaminated equipments and supplies that between the patients, تكون من مريض infected to the مريض clean without inappropriate cleaning and disinfection, وراح يؤدي إلى transmission of the healthcare associated infections. احنا we can break down the chain here of infection by the appropriate cleaning and disinfection and implementing the must evidence based approaches. طيب, احنا when are talking about the chapter of environmental health or environmental cleaning and disinfection, we have to explore some basic concepts and terms related to the environmental health. احنا لازم as infection control نفرق بين cleaning and disinfection and sterilization. وانا I'm sure that you have a basic knowledge about the Spalding classification. احنا دائما نقول انه الادوات تنقسم الى critical, semi-critical and non-critical. And based on the items or instrument, we will find out how we need to clean or disinfect that items. عشان كده احنا عندنا شيء اسمه low level, وعندنا cleaning or low level disinfection, بعدين intermediate level disinfection, واخر شيء high level disinfection and sterilization. فال common terms لما نتكلم عن chapter of environmental health, we have to find out what's the meaning of these terms. في البداية رح نعرف ايش يعني cleaning. Cleaning هو a physical removal of foreign material, سواء dust ولا soil and organic material, سواء كان blood or body secretion. A disinfection لا, describe a process that eliminate many or most of pathogenic microorganism, but except, لازم تحطون هنا تحتها ثلاث خطوط, البكتيريال spores. Routine cleaning اللي هو regular cleaning and disinfection when indicated, ونحتاجه هنا طبعا for regular cases and also as a daily cleaning activities. لكن the terminal or discharge cleaning, it's after the patient is discharged or transferred, أو لا سمح الله يكون المريض expired or died, include the removal of organic material and significant reduction and elimination of microbial contamination. بعض الأحيان إحنا نسمع إنه في بعض المرضى يسووا لهم terminal cleaning بس اللي under isolation, وهذا الشيء خطأ. Terminal cleaning performed with any patient regardless of the infectivity status. Also, another term is disinfectant. Disinfectant is chemical compounds that inactivate or kill the pathogens and other microbes.
لكن على نقيض الديترجنت، ديترجنت لا هو كليننج سولوشن. يعني لما نجي نطلب او راح نشرحها ان شاء الله في النكست سلايد انه ايش الديفرنت بين ديس انفكتنت ديترجنت. ديترجنت انا ما يفرق معي كثير بس كليننج بيربسز، لكن ديس انفكشن هو اللي يسوي اللي يحتوي على خصائص خاصه بكيلينج اوف مايكروبينزم. طيب احنا قلنا انه لازم دائما لما نقرا عن كليننج اند ديسانفيكتنج ديسانفيكشن وي فاوند ذس ستيتمنت اولويز كلير، كليننج از ذا فيرست ستيب بريور اني ديسانفيكشن اور ستيريلايزيشن. وات دو يو ثينك؟ ابغى الجواب من عندكم. رياض، دله، هل كليننج از ا فيرست ستيب بريور اني ديسانفيكشن اور ستيريلايزيشن؟ ايوه. طيب why what do you think؟ لانه في البدايه نحتاج نشيل الدست او البلد، then we have to clean the area and the bacteria. excellent. so زي ما زميلتنا قالت انه removal of the soil or dust ليه لازم نشيلها؟ لانه هي تتكون a layer على surface which is interfere او تتعارض مع applying the disinfection processes. فلما يكون في عندنا layer of dust or soil على surface وإحنا نسوي تنظيف أو نحط تطهير أو disinfectant, that mean إحنا we are wasting our time, we are following a useless measures, لأنه أصلاً كلها disinfectant جات على layer هذا ما وصلت للsurface وقتلت الميكروغانيزم itself. كمان راح نشوف في الليتريتشر او الشابترز او اني aspect related to the environmental health something called contact time. so the time that the disinfectant must be in contact with the surface or device to ensure that appropriate disinfection has occurred. في حاجه كمان اسمها material safety data sheet او احنا نسميها MSDS. هو عباره عن document يكون by suppliers or manufacturer of a chemical product that contains an information on the product potential hazards. يعني كل المعلومات الخاصة بالmaterials, ingredients, كيف dilution, كيف storage, handling, emergency لما يصير عندي أي exposure, كلها مذكورة في material safety data sheet. وإحنا لازم ما نقبل أي disinfectant without MSDS. عشان كده دائما احنا نقول لهم في المستشفيات يكون عندكم فولدر خاص او لسته قائمه باسماء الابروب ديسانفكتنت تستخدم في المنشاه الصحيه اللي عندكم داخل المستشفى بلس الام اس دي اس فور ايتش اوف ذيم. طيب ابغى اسالكم، ابغى اسال جروب جده، ملك عبد الله، سمعتوا في حاجه اسمها انتي سيبتيك؟ ايش الفرق بين انتي سيبتيك وديسانفكتنت؟ ملك عبد الله، ايش الفرق بين الانتيسيبتيك والديسانفكتنت؟ ديسانفكتنت مطهر. ايوه. والانتيسيبتيك معقم. كلها تستخدم على السيرفيسز. طيب نروح للملك عبد العزيز جدة، ايش الفرق بين الانتيسيبتيك والديسانفكتنت؟ جايز كينج عبد العزيز هوسبيتال جدة، الملك فهد جدة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الديسنفكتنت ممكن يستخدم على الأسطح، والأنتيسيبتيك ممكن يستخدم في بروسيجر على السكين أو شيء. excellent excellent thank you so much. دائما لما ندخل على الشابترز حق الديسانفكتنت او الانفايرمنتال هيلث او لو لما نسوي ايفالويشن البرودكت معين انفكشن كنترول، في حاجه اسمها انتيسيبتيك وراح تشوفونها كثير في السيرفيلانس بارت، لانه في البندلز يكون في يوزنج اوف انتيسيبتيك اون ذا سكين، فهذا يعتبر على السكين، لكن فرق على النقيض اللي هو ديسانفكتنت يكون على السيرفيس زي ما ذكر زميلنا. شكرا لك.
طبعا هذه هي السيف داتا شيت، يكون شكلها زي كذا. احنا باحيان تجينا الشركه مثلا او السبلاير او المانيفاكتشرر يعطيك السامبل براند نيم، يعني مثلا يقول لك سيفتي شور، كلين شور، مايكرو شور، 3 ام، يعني نيمز، براند نيمز. لكن احنا وي هاف تو لوك از انفكشن كنترول فور ذا سيفتي داتا شيت علشان نعرف وات ار ذا انجريدينتس، المكون لهذا البرودكت. Also لما نشوف أي product أو solution خاصة سواء detergent, disinfectant، لازم نعرف كيف نقرأ ال information on the label of that disinfectant or solution. يعني على وجه سبيل المثال هنا نشوف the active ingredient إيش هي، واضحة عندكم هنا في السهم إيش يعني daily active ingredient. هنا كاتب إنه quats يعني quaternary ammonia. طبعا ال ABA registration number، طبعا ال ABA number أو الكود هذا مهم جدا، راح أعلمكم كيف تسوون سيرش عليه بعدين في ABA. يعني مثلا أنا جاني قال لي هذا disinfectant is approved in ABA، لازم أشوف الكود هذا وأبحث عنه في الويب سايت الخاص بال ABA علشان أعرف is it approved or not. الدايركشن فور يوز مهم جدا، يعلمنا كيف نسويه، كيف نسوي dilution، كم contact time، كلها مذكورة. يعني شوفوا هنا contact time مذكور عندكم 10 minutes. السيجنال words اللي هي caution معناته بتحذير أو danger. اي شيء related للسيفتي للهيلث كير ووركرز او الانفايرمنت راح يبلغنا اياه او يشرح لنا اياه instruction in the caution part. البريكوشنري ستيتمنت، هاو دو اي يوز ذس disinfectant سيفلي، يعني ايش هي البي بي اي اللي احتاجها. الفيرست ايد في حال لا سمح الله صار سبلاش اوف ذا disinfectant اور سولوشن، ايش راح نسوي از فيرست ايد. واخيرا ستورج اند disposal اوف ذا سولوشن، يعلمنا كيف التمبريتشر هيوميديتي ريكوايرد، فين اقدر اخزنه في حال الريمينينج اوف ذا دايلوشن، هاو اي كان بي ديسكارد او ديسكاردد سيفلي. طبعا احنا لما نتكلم عن الانفايرمنتال كليننج اند disinfection وي هاف تو كونسيدر ذا تايب اوف سيرفيسز ذات وي ار ديلينج وذ. في عندنا هاي تاتش سيرفيسز وعندنا لو تاتش سيرفيسز. الهاي تاتش سيرفيسز ذوز وذ فريكوينت هات كونتاكت، يعني زي البدريز، الكول بيل، هذه كلها تعتبر هاي تاتش سيرفيسز ودائما تكون هي السورس اوف ترانسميشن اوف انفكشن. على النقيض يكون اللو تاتش سيرفيسز ذي هاف ا ريسك بس مره لو اور ليميتد. ذوز وذ مينيمال هاند كونتاكت زي السيلينج اور فلورز. عشان كذا دائما احنا في البوليسي او معظم الانترنال بوليسي تكون انه الهيلث كير وركرز دي ار ريسبونسبل فور كليننج اند ديسانفيكشن اوف ذا هاي تاتش سيرفيسز سبيشلي ذا اكويبمنتس ذات اتاتش تو ذا بيشنت. لكن لو تاتش سيرفيسز كان بي كليند باي ذا هاوس كيبر. هنا الصورة تبين لكم الفوتو دياجرام، يبين لكم الريد اروز معناته هاي تاتش سيرفيسز ايتمز، والجرين اتس لو تاتش سيرفيسز ايتمز. فعلى اساس احنا نعرف وير وي هاف تو فوكس ان اور كليننج اند ديسانفيكشن تو افويد ذا ترانسميشن اوف انفيكشن. طيب ابغى اسال مجمع الدمام الطبي، الكيرتنز تعتبر هاي ليفل، تعتبر هاي تاتش سيرفيسز اور لو تاتش سيرفيسز؟ مجمع الدمام الطبي هاي تاتش سيرفيس. اكسلنت. عشان كذا صرنا نسمع حاليا يمكن مرت عليكم في المستشفيات ديسبوزبل كيرتنز. ترى احنا كانفكشن كنترول ما يفرق عندنا فابريك ولا ديسبوزبل، صح؟ انا عارفه راح تقولي الديسبوزبل اتس مره ايزير وديسكاردد بوست بيشنت ديسشارج، لكن ترى من ناحيه كلينيك اند ديسانفيكشن دازنت ماتر، اهم شيء عندي انها تكون ابروبريتلي كليند اند ديسانفيكتد، وانا عارفه انها صار لها بالبروسس الصحيح عشان نمنع ترانسميشن اوف انفيكشن. وجينا كثير شركات انه تايب اوف ديسبوزبل كيرتنز يكون فيها انتي مايكروبيال كاركترستيك، وهذا الشيء معلومه خاطئه ما فيها اي ايفيدنس عليها. يعني زي البينتينج في الغرفه، زي الكيرتنز لما يكون فيها انتي مايكروبيال بروبرتيز، هذه ما عليها ايفيدنس ان ذا سكولز اوف انفكشن بريفنشن اند كنترول. لكن يس كان بي يوز، احنا ما نقول لا، احنا ما ضدها، بس لازم نتكلم ساينتفك، اتس نوت افويدنج ذا ترانسميشن اوف انفكشن. So the use of privacy curtains varies by patient, and these curtains are often high touch item. When patients are not on an isolation precaution, privacy curtains should be changed and cleaned on a routine schedule and when visibly soiled or when required, زي ما نقول دائما. فعشان كده ضروري احنا لما نشوف الكيرتنز يكون في عليها label، نشوف الليبل فيها الديت اللي تركبت فيه on state، وعلى اساس نعرف ال due date for changing على حسب internal policy، او when required لما يكون في عليها any stained or blood or body secretion.
طيب types and selection هذا another aspect in environmental cleaning and disinfection هو types and selection of disinfectant of supplies and equipment. إحنا كيف نختار نوعية الأدوات المستخدمة وجودتها وكيف نعرف نقيم جودتها ونختار المطهرات المعتمدة داخل المنشآت الصحية. مع الـ transformation in health sector وتحول في القطاع الصحي صار كثير دور تشغيلي على التجمعات والمستشفيات. فصرنا احنا نطالب انه يكون في internal product evaluation committee داخل الديبارتمنت بحيث انه هو يسوي evaluation خاص بالبرودكت. واحنا لا مانع عندنا في الاداره العامه الصراحه if we are receiving any emails or clarification regarding any disinfectant or product or machine احنا نقدر نعطي recommendation عليها. بس يعني حلو لما يكون وصلتوا at this advanced level to take the role for evaluating and providing the recommendation and the suggestion for purchasing a specific product and machine. طبعا الـ product evaluation ونتكلم عنه as a aspect داخل المنشآت الصحية it's a structured product evaluation program has a significant impact on a patient care and contribute directly to providing a safe and quality of care to our patients. الـ product evaluation committee اللي احنا نطالب فيها ان تكون فيها multidisciplinary team مكون من مكافحة العدوى من environmental health department مكون من medical supply department معاكم الـ patient safety والnursing يعني هم دائما mainly those the members in the committee يقيمون اي منتج او اي جهاز خاص بتطبيق برامج مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية عشان من خلالها احنا نقول احنا ما في بايس وما في اي ethical consideration احنا كلنا عارفين ان نشتغل على ethical consideration وعندنا كلنا high level of ethics and values بس لازم يكون في كوميتي علشان كل البار تقول view point من وجهة نظرها as a source of speciality. فمرة مهم ان يكون عندنا تيم خاص بالproduct evaluation هو مو ترى العملية ما هي سهلة ابدا ولا اقدر اقول لكم انها ممكن تقدر تسوونها في يوم واحد ولكن انها هي يعني صراحه جدا مهمه وسيجنيفيكانت وخصوصا مع التحول في القطاع الصحي ووعي الليدرز والممبرز اوف انفكشن بريفنشن اند كنترول اباوت ذا كاركترستيك اوف ريكوايرد انفكشن بريفنشن اند كنترول ريليتد برودكتس اند اكويبمنتس. يعني احنا على مستوى الوزاره عندنا انا تبع في الاقسام التابعه لي في قسم يسمونه برودكت ايفالويشن department أو team مكون من members يجتمعون كل مرتين في الأسبوع في الميتينج روم ويفتحون كل الإيميلات عندنا إيميل خاص اسمه product evaluation email نستقبل فيه كل ال request for evaluation من المنشآت الصحية من الإدارات ذات العلاقة في الوزارة من الشركات نفسها وإحنا نعطي رأينا الفني. كيف نعطي رأينا الفني على أشياء كثيرة يعني لو قلتولي على disinfectant راح أقول لكم أحتاج الـ MSDS أحتاج عليها أي researches أحتاج أشوف الـ EBA أحتاج أقرأ في الـ evidence في سواء في الـ CDC ولا في الـ FDA سواء كان antiseptic في الـ FDA عشان أنا أعرف هل هو هذا في عليه دراسات أو clinical trials إنه effective في الـ for their use وعلى أساسها أنا أقرر وأعطي a recommendation ويدخل بناء عليه الوزارة. لكن another committee احنا مشاركين فيه as a product evaluation committee مع اسمها لجان نبكو في لجان خاصة بنبكو يكون احنا عضو فيها الإدارة العامة مكافحة العدوى في الوزارة مع الإدارات مكافحة العدوى في الوزارات الأخرى زي مثلا وزارة الدفاع الحرس التعليم ويكون معانا كل ممبر واحد يكون assigned ونجتمع مرة في السنة نحط كل المواصفات الفنية الخاصة بالمطهرات والمعقمات وأيضا الأجهزة الخاصة بمكافحة العدوى وعلى أساسها نبكو تأخذها وتعرضها على الشركات والشركات تقدم عينات. هذه هي process in brief كيف إحنا نسوي product evaluation. العملية جدا مرهقة time consuming تحتاج مرة قراءة thoroughly وreviewing reference مرة كويس. طيب زي ما ذكرت إنه إحنا هذه كلها cleaning supplies and equipment تحتاجها شيء معين وعلى أساسها إحنا نقرر. طيب إحنا كيف نعرف الـ type of disinfectant؟ تنقسم إلى ثلاث أقسام: low level disinfectant, mid level disinfection and high level disinfection. وكل واحدة منها في عندها characteristic خاصة فيها. يعني مثلاً زي low level disinfection تقتل أو kills some viruses وخصوصاً نقول envelope. envelope تراها أضعف من non-enveloped.
يعني الانفلوبد فايروسز مره ايزي تو كيل زي الاتش اي في، انفلونزا، سارس كوف، تخيلوا يعني سارس كوف 2 اللي هم كوفيد 19 كانوا ناس خايفين منه، ترى هو لو ليفل ديسانفكتنج كان كيل ذيم موست يعني الاوفر اورجانيزم. لكن لما نجي عند الميد ليفل ديسانفكشن لا، نحتاجها للنون انفلوبد فايروسز وسم فانجاي وسم بكتيريا. لكن لما نجي عند الهاي ليفل ديسانفكشن يقتل سبورز، سبورز cannot be eradicated by the mid level disinfectant or low level. Only the high level disinfection can eradicate the C diff. علشان كده دائما ال C diff cases اللي هم طريقة أو تكنيك خاص بالكلينيك and disinfection يكون مختلف أو يونيك عن other cases of microorganism. زي ما ذكرت لكم يمكن هذا التيبل يوضح لكم كيف الاكتيفيتيز حقت الهاي ليفل والانترميديت واللو، وكيف هو سواء كان بكتيريوسايدل فيروسايدل فنجسايدل، وعلى اساسها احنا نعرف او سبورسايدل، وعلى اساس احنا نقيم المطهر نحتاجه او لا. هنا ممكن اكزامبل على برودكت خاصه باللو ليفل ديسانفكتنت، الميد ليفل والهاي ليفل. لو جينا شفنا صوديوم مثلا فور اكزامبل صوديوم هايبوكلورايت، راح تلقوه ترى هنا متكرر في اللو ليفل وفي الهاي، في الميد ليفل وفي الهاي ليفل، لكن ديفرنت في الكونسنتريشن. يعني لو جينا هنا في اللو ليفل يعني نقول ممكن 500 بي بي ام يعتبر لو ليفل، لكن في 1000 بي بي ام ميد ليفل، لكن 5000 بي بي ام يعتبر هاي ليفل ديس انفكشن. الهيدروجين بروكسايد مثلا، الهيدروجين بروكسايد يعتبر مره قوي وجدا رائع، ويمكن هو حتى وجهه معظم احنا دائما ابروف صراحه ديسانفكتنت تكون على الهيدروجين بروكسايد، سواء كان 3% 5% او 7% اللي هو احسن شيء. اول واحد اللي هو ليفل لو ليفل ديسانفكشنز كوارترني امونيوم، يعني الكواتس احنا نسميها كواتس كومباوندز، ترى في المطهرات ما يجي اسمها كوارترني امونيوم كومباوند، لا يجي زي كذا الكايل بنزايل امونيوم كلورايد، وفي لينك خاص يعني التيم عندنا مثلا يدخل لينك ويعرف على اساسه هذا الفيرست جينيريشن السكند جينيريشن الثيرد الفورث الفيفث ان ابف. وصراحه احنا ما ناخذ الا فورث ان ابف جينيريشن اوف كواتس اور كوارتاني امونيوم، ويعتبر لو ليفل ديس انفكشن، وما نستخدمه في حالات زي سبورز اللي فيها سبورز او في حالات اللي فيها مثلا كاندا اورس. زي ما ذكرت لكم سابقا انه في شيء اسمه اي بي اي اللي هو زي ما انتم شايفين هذه صفحتها اللي هو الانفايرمنتال بروتكشن ايجنسي، هذه هي منظمه تعطينا الابروف ديس انفكتنت. يعني ابغى اسالكم سؤال وهذا يمكن يجيكم في الاختبار، الانتيسيبتيك في السيرفيلانس، ايش اكثر انتيسيبتيك نستخدم في السيرفيلانس في السنترال لاين بندلز؟ رياض ايش الانتيسيبتيك اللي نستخدمه في السيرفيلانس بندلز في سنترال لاين از انتيسيبتيك دائما كومن نسمع عنه؟ اثنين بالمئة كلوروكسيد كلوروكسيد كلوروكس و70% الكحول. اكسلنت. ترى الكحول يحطونه دائما عشان ينشف او يساعد على دراي اوف ذا اوف ذا انتيسيبتيك، واللي هو الميكروبيال او الانتيسيبتيك اكتيفيتيز راح تكون في الكلوروكسيدين. الكلوروكسيدين يعتبر انتيسيبتيك، راح ادوره هنا في الاي بي اي؟ لا، الاي بي اي هذا سؤال امتحان، الاي بي اي اونلي فور ديسانفكتنت اونلي. يعني انا مره راح اكون غلطانه لو ارسل الشركه عطني الاف دي اي ابروفل، لا ما في اف دي اي ابروفل فور ديسانفكتنت، في الديسانفكتنت بس اي بي اي، لكن الانتيسيبتيك دي ريكوايرد اف دي اي ابروفل. عشان كده لو ترجعون للسي دي سي وتشوفون كلوركسيدين ابروفد باي امريكان اف دي اي، خلاص الاف دي اي فور ميديكيشن فور انتيسيبتكس اذروايز اور هاويفر الديسانفكتنت اونلي ابروفد باي اي بي اي. هذا سؤال امتحان. طبعا البرودكت يوزد ماست بي ابروفد باي ام او اتش، وحاليا ما شاء الله المنشآت الصحيه دي كان مانج اند دي كان ايفالويت ذير برودكتس، must be compatible with the surface equipment. يعني مو معقولة أجيب مثلا شيء not compatible مع ستيل. عشان كده إحنا في product evaluation لما نجي نقعد نسوي evaluation in disinfectant مثلا نشوف هل هو compatible مع، وحاطينه وإحنا ذاكرينه في دليل حقنا، في دليل خاص بال description أو المواصفات الفنية لمطهرات ولل supplies اللي هي زي PPEs وللأجهزة، على اساس ان تعرفون يعني طالعون فيها ديسكريبشن وتعرفون هل توافقون على برودكت او لا. يعني مثلا احنا نكتب كومباتيبل وذ ستيل جلاس اند اتسترا، نكتب اشياء كثيره خلاص ناخذ هذا المطهر، لكن يجيني مطهر بس اونلي كومباتيبل وذ ستيل، لا ما راح اخذه، ما راح يفيدني، بالعكس يعني كوست و
يكون عالي، ما راح يغطي لي اشياء كثيره ما هو كومباتيبل معاها، راح يخرب لي او دامجينج الاكوبمنتس اللي تكلف thousands and millions of cost or yards. So must be used according to the manufacturer and recommendations. يعني لازم we have to follow the instruction حق the dilution, the temperature, the water اللي قاعدين نستخدم, the hardness, the contact time, حطوا تحت ثلاث خطوط. للأسف دائما نشوفهم سبراي على طول يمسح wipe it out. لازم follow the contact time عشان تسوي يصير فيها الفيروسايدل والبكتيريوسايدل اكتيفيتي عشان تقتل المايكروغانيزم لازم تاخذ الكونتاكت تايم ريكوايرد. ودائما احنا في الديسانفكتنت ما نقبل المطهرات اللي فيها مور ذان 5 مينتس كونتاكت تايم لانها تايم كونسيومينج. يعني شفتوا كيف التفاصيل هذه قاعد اتكلم عنها هذه كلها وانتم تقيمون منتج يو هاف تو كونسيدر. Must be used according to the product safety data sheet. عشان كده احنا نطالب بالـ MSDS. Must be dedicated for hospital use. يعني ما ينفع اشوفها مثلا for restaurants. لا different. The type of organism انا عارفة انه ممكن تكون commonly there بس غير الـ healthcare associated infections اللي هي تكون فيها multi-drug resistant organism. دائما نسمع الهاجس الـ fumigation machine مسؤولية مين؟ الـ UV مسؤولية مين؟ The responsibility of cleaning and disinfection مسؤولية مين؟ لازم يكون في internal policy approved and وتكون جميع الأطراف المعنية سواء environmental health, nursing, الشؤون الهندسية أو الصيانة اللي هم مسؤولين عن housekeepers. وإحنا infection control عارفين housekeeping they are responsible مثلا for decontamination or cleaning of environment mainly and low touch surfaces. والnursing مثلا staff they are responsible for decontamination of the reusable. طبعا نتكلم عن clinical equipment يعني زي المونيتورز زي الventilators and disposal of single use equipment. يعني روحوا سووا راوند اليوم وشوفوا راح تلقوا مثلا نوع من انواع البي بي كاف مثلا blood pressure cuff موجود عليها الساين حق single use اللي هي علامة 2 وعليها كروس الاثنين وعليها كروس هذه او 2 عليها كروس هذه معناتها single use. راح تلقون كف مثلا بي بي كف دائما غالبا يكون لونه ابيض هذا سنجل يوز نلقى في الاول في الطوارئ او الاي ار دائما موجود ف وي هاف تو ديسكارد البي بي ولازم نعطي انستراكشن اند انفورميشن اور ايدوكيشن للنيرسز والستاف ذير. كنت حابه كمان اقول لكم على معلومه هنا مره مهمه الفوميجيشن ماشين واليو في لايت. الفوميجيشن ماشين ما نقدر نقول مسؤوليه النيرس تشغل الجهاز وتطفي الجهاز ترى كل حاجه ريليتد للانفكشن كنترول بروجرام وي هاف تو تيك ديسكاس ات ان ذا كوميتي عشان ناخذ الكولابوريشن من اذر ديبارتمنتس. وانا دائما اقولها ترى الكي الجولد كي عشان نجاح الانفكشن بريفنشن اند كنترول بروجرام از ذا كوميونيكيشن. لازم يكون بيرفكت كوميونيكيشن وذ اول بارتيز سواء كان في الاقسام والادارات الاخرى علشان نوصل للتارجت جول to implement the appropriate infection prevention and control programs and also to prevent and control of the healthcare associated infections. طيب احنا عارفين دائما ان الشركات هي دائما تجيب عماله وتجيب معاها مواد منظفه. احنا ما نقدر نقول شيء في العقود اوكي بس لازم we have to review the type of supplies and disinfectant used in that contract. لازم احنا نكون member for approving that contract and also we have to consider the occupational safety and health of the healthcare workers اللي هم الهاوسكيبرز. يعني حرام انه يصير لهم نيدل ستيك or سبلاش or fluid or exposing to the infection وما عندهم files or dealing with the occupational health clinic في المستشفى. فمهم جدا احنا نتاكد انه في safe way to protect our healthcare workers اللي هم الهاوسكيبر منهم. ضروري جدا نعطيهم a proper education and training باللغه بالليترسي او اللغه اللي هي تكون accessible for them easy to them اللغه حقتهم او بالصور using figures او pictures. ومهم جدا نتاكد انه في occupational safety for them. علشان كده احنا حطينا من ضمنها هنا الفيت تيست انه مره مهم نعمل فيت تيست فور ذوز هو ار ديلينج وذ ذا كيسز ان ذا ان بيشنت. Immunization احنا في عندنا specific elements and sub elements في الايكا والانفكشن كنترول اوديت ريليتد تو ذا immunization. واحنا نتكلم عن هيلث كير وركرز از ا هول احنا ما نتكلم عن هاوس كيبر انهم مفصولين لا دي ار هيلث كير وركرز. So we have to make sure in immunization provided to protect the staff and client and patients and resident and the whole environment or the whole healthcare facilities from the risk of infection. So environmental services workers and housekeeping staff shall be included in the facility policy
in regard of the staff immunization. زي ما ذكرت لكم مهم جدا يكون they understand the pathway if they are exposed to the any infection or needle stick injury. لمين يبلغون يروحون لمين ضروري جدا يكون عندكم داتا وانهم ممكن بعض المستشفيات تقول انا ما عندي شفتات ما عندك شفتات في OVR system and from the OVR system you can know or وقاية you can know the type of injury or exposure that accord among the healthcare workers in the healthcare facility and you have to discuss it in the committee. طبعا cleaning cards and trolley احنا دائما هي موجوده two sides or two containers بس احنا دائما نوصي بالثلاثه trolley provides several benefits عشان مهم جدا تكون هذه الثلاثه تكون one bucket for the detergent one for disinfectant and the third one for the water يعني هو شيء ينظف بعدين يطهر بعدين يمسح بالمويه المسح الاخيره عشان كذا احنا دائما نقول نجيب 3 pocket system better than the 2 pocket system ومهم جدا يكون في ترولي ليه لانه عشان يساعد الهاوس كيبر تو كاري اند سيفلي مانج اول ذا اسينشال كليننج سبلايز ما يصير له اكسبوز ما يحط اكله فيها عشان ما يصير لا سمح الله اني اكسبوجر فروم ذا اوكيوبيشنال اسبيكت طيب في عندنا specific factors impacting on the effectiveness of cleaning and disinfection process لازم نعرف انه type of cleaning or disinfection products نستخدمه لازم نعرف or follow the contact time and concentration of disinfectant يعني لو سوينا ال inappropriate dilution of the disinfectant وما we didn't follow the instruction of the manufacturer راح يكون useless wasting of our time wasting of our money and the healthcare straight infections is not eradicated from the surface. We have to follow specific techniques and method of cleaning. عندنا regular cleaning, عندنا thermal cleaning, عندنا specific cleaning for specific cases. We have to follow the equipment or ensure using the equipment in cleaning and disinfection process that is facilitate the activities of cleaning and disinfection, and also we have to ensure the physical and chemical factors, say temperature, water hardness, and pH. عشان كده دائما تكون ال utility room فيها two source of water اللي هو cold or hot ويكون فيه specific characteristic يمكن تكون مرة specific بس جدا مهمة when are dealing with the disinfection activities. هنا required personal protective equipment اللي هو نحتاجه في حالة التنظيف ومو كلها تكون واحدة على حسب ال type of the patient اللي جوا على حسب ال type of isolation precaution that the patient on على أساس إحنا نختار selecting the PPE based on that. هنا example على routine care إيش يحتاج PPE thermal cleaning إيش يحتاج PPE وهذه كمان not fixed based على situation وbased على ال environment itself and the surfaces that intended to be clean. عندنا specific structure required for the utility room. أبغى أسمع من الدمام مجمع الدمام إيش ممكن يكون ال utility room structure كيف يكون ممكن شكلها أو إيش المواصفات اللي أنا راح أطالع فيها في ال utility room. مجمع الدمام. لازم يكون فيها سينك. Excellent. Sink two types, صح؟ Sink two types. Sink للهاند واشنج وسينك للبريبريشن اور ديسبوزنج. صح؟ اي نعم. فنتليشن. Excellent. طيب ناخذ من المستشفى المواساة رياض. المواساة. ايش ممكن يكون كمان في اليوتيليتي روم؟ ليبلز للانسترومنت. اكسلنت. وتكون باللانجوج وتكون باللانجوج اللي تكون مفهومه هاوس كيبرز. طيب اللي موجوده في السلايد هنا ايش موجود؟ وورنينج ساين او بايو هازارد ساين لازم تكون على الدور. لازم يكون في temperature humidity معينة ventilation في sink زي ما ذكر زميلنا for hand washing and another sink for preparation في disposal sink disposal عشان كده دائما نلقى في automated
automated dispenser for the disinfectant. يعني يكون في dispenser في الجدار يسوي dispense كم calculated automated كم disinfectant required and كم dilution، وعلى أساس يصير عشان إحنا نعرف إن housekeepers sometimes will be difficult for them. ومرة شيء مهم جدا أحب أنوه عليه or warning you guys that don't use a different disinfectant. للأسف أحيان لما تجيني الشركات for evaluation or meeting they give me example for X hospital or Y hospital that they introduce for them the disinfectant using a different disinfectant to lead to increase the resistance of microorganism. ما ينفع نستخدم different disinfectant في الهوسبيتال. دائما حاولوا قد ما تقدروا تاخذوا ال most effective, ال most required, ال most appropriate disinfectant for killing عنده activity sporicidal, virucidal, bactericidal, عشان انتوا تغطون كل الفاسيليتينج انه تمنعون فاسيليتينج الاورجانيزم تو ترانسميت الانفكشن ان ذا هيلث كير سيرفيسز. فمره مو صحيح ترى انه تجرب كل شيء سامبل ترى من الشركات، ترى جدا خطا. زي ما ذكرنا انه لازم تكون ويل فنتليتد اند اليومينيتد، لازم يكون labeled with biohazard sign on the door and restricted for only healthcare workers responsible. Have an appropriate water supply. Have a utility sink or floor drain for safe disposal of used solution. Have a dedicated hand washing sink used for hand washing. Have access to an eye wash station. وهنا هي ما طالب في الصراحة إنه يكون strictly، بس في portable eye wash bottle can be used. وترى سعرها يمكن 25 ريال، يعني يقدرون يجيبونها مستشفيات أو 50 ريال ماكسيموم، بحيث أن يكون في eye wash portable موجودة في utility room in case of any exposure of healthcare workers. Have appropriate PPE. وما نبغى نسمع أنه PPE لازم يتوفر من الشركة على حسب الكونتراكت، أنا عارفة، بس you have to protect your healthcare workers from the risk of exposure. طبعا احنا تكلمنا عن cleaning methods and measures وقلنا في two different types، صحيح؟ مستشفى الملك عبد العزيز جدة، ايش هي types او methods؟ جاي السلايد اللي كده هذه، تفضلي. في سؤال عليها؟ لا خلاص. لا اسألي سؤالك عادي. تمام. طيب cleaning methods مستشفى الملك عبد العزيز جدة، ايش هي الميثودز حق cleaning اللي نحتاجها اللي ذكرناها في سلايدز البداية؟ مستشفى الملك عبد العزيز جدة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. cleaning disinfectants صحيح، الميثود حق كلينيك ممكن يكون روتين والروتين من الكلينيك. ممكن يكون روتين كلينيك روتين او بيولوجيكال سبيل كلينيك او سبيل مانجمنت. ما اسمع الساس، الصوت حقي واضح شباب؟ ايوه واضح. تمام. Classification of hospital areas according to the risk of environmental contamination. إحنا قلنا types of cleaning إنها routine, thermal cleaning, وفي biological management or spill management. لكن في عندنا في areas نعتبرها high risk areas زي إيش؟ زي ICU, OR. هذه ال area أو burn unit هذه نحتاج فيها expert housekeeper، ودائما ما نحط فيها newly staff أو newly housekeeper أو junior one. لازم نحط senior expert في الأماكن high risk area، لأن هي تكون البيشنت هو أساساً في acute level of immunosuppression على devices كثيرة، services they need a specific cleaning and disinfection معينة وتكون strict and comprehensive. على النقيض في مثلاً offices، مثلاً أقول لك الoffice يحتاج لعدد لو junior staff it's okay. فbased على risk of environmental contamination أحدد the required frequency of cleaning and also the required housekeeper. يعني لو جينا عند الهاي ريسك اريا زي ما قلنا الاو ار الاي ار الاي سي يو البيرن يونت دياليسيس، المودريت ريسك زي الميديكال وورد اللاندري، لكن اللو ريسك زي الاوفيس اللايبرري. على اساس انا ما احدد الريسك اوف انفايرمنتال، كاني اعمل ريسك اسسمنت، الريسك اوف انفايرمنتال كونتامينيشن راح اعرف
how much the frequency required of cleaning and disinfection, what type of qualities of the housekeepers. يعني minimum cleaning frequency لما يكون an area high risk, clean after each case or event or procedure and clean additionally as required. هذا حسب موقع CDC. لكن moderate risk لا, clean at least once daily and clean additionally as required. لكن في حالات low risk أقسام زي office أو مكاتب أو library مكتبة, clean according to the fixed schedule and clean additionally as required. على حسب ال risk of contamination أنا أحدد ال frequency of cleaning. طيب احنا كيف نعمل cleaning as a method او طريقة؟ كيف ندرب ال housekeepers؟ اول حاجة they have to conduct a visual preliminary site assessment, يشوف الوضع كده طالع فيه كامل, ياخذ نظرة كده لمحة عامة. بعدين proceed from the cleaner to dirtier and proceed from the high to low, يعني top to bottom. Proceed in a methodical systematic manner, لازم تكون ما هي طريقة عشوائية, لازم تكون systematic manner في cleaning and disinfection of the area. زي هذه الصورة ممكن توضح لكم إنه البيشنت أريا أو السراوندينج حق البيشنت هو اللي يعتبر أكثر شيء ديرتير. فنبدأ من برا اللي هي من البلو اللي مرة السيركل الأخيرة إلين جوا, ونبدأ بسيستماتيك مانر. طيب أكيد كلنا سمعنا عن new and evolving technologies for cleaning and disinfection, يعني من ضمنها ال UV light machine, الفوميجيشن ماشين اللي احنا نسميها المست فوميجيشن. كل هذه مرة approved بالevidence إنها مرة effective reducing the rate of the healthcare shed infections. لكن مهم جدا نعرف إنه appropriate terminal cleaning enough, تعتبر هذه luxury, لكن ما نسمح لأي منشأة صحية يكون عندها هذه devices and not using it. They have to use it. So disinfection زي ما قلنا بالUV light, و disinfection using hydrogen peroxide vapor or mist. وفي بعضها تكون زي كانستر صغيرة تكون للأمبولانس وللهليكوبترز اللي هي تكون للنقل الإسعافي. طبعا الكلينينج ميثود كونسيدريشن لازم يكون every healthcare facility have a written policy and procedure. إحنا without a written policy and program we cannot ask or request the healthcare workers to follow. So appropriate and approved policy and procedure that approved by the committee and explained in the committee and provided education session regarding these policy and procedure, the specific supplies and equipment needed for the cleaning and disinfection, the preparatory steps including hand hygiene and required PPE. لازم نمشي step by step instruction on the cleaning process, و final step including collection of the soiled cleaning supplies و discarding of the waste and also management of the textile or linen. مهم جدا يكون عندنا logs أو cleaning logs, وجدا مهم يكون عندنا pictures or job aids helping the housekeeper how to dilute the disinfectant, how to store it, how to use it, and the cleaning checklist or logs that لازم يكون فيها اسم ال housekeepers, the method, a time, a date. كل هذه المعلومات مهم جدا تكون موجودة و available documented. مهم جدا كمان يكون زي ما ذكرنا انه نهتم بالليترسي ليفل اند بريفيرد لانجويج اوف كليننج ستاف, عشان في بعض العماله يفهمون انجلش بعضهم لا. سو وي هاف تو بوت ان اور كونسيدريشن وي ار بروفايدنج وين وي ار بروفايدنج ذا ايدوكيشن اند تريننج. هذه التيرمينال كليننج تشيك ليست ممكن تلقونها في معظم الموجوده في الدليل الخاص بالانفايرمنتال, سواء كان في سي سي او بخاص بالجي تي اي بي سي. يو كان فولو ات بحيث انه يبدا في الهايتر سيرفيسز ويبدا لك 1 باي 1 تشيك عشان ميك شور انه كل اريا كليند ابروبريتلي. طيب ايش رايكم بفلاورز اند بلانت ان ذا هيلث كير فاسيلتي؟ مستشفى ملك فهد جده. Allowed for all. Especially في ال critical area وال patient برضو admission. ممتاز ممتاز رائع. So إحنا flowers and plants in patient care area الصراحة أخذ مننا يمكن تقريبا 3 weeks or month, وإحنا نقرأ نراجع ال evidence to make a conclusion or recommendation. ولا لا إبك ولا CDC ولا أي مرجع خاص بمكافحة العدوى قال إنها not allowed for all, لأنهم يعني based on their viewpoint or not viewpoint, based on research, إنه يهتمون جدا بالpsychological aspect of the patients, يعني كده ما منعوها.
فخلوها بس ممنوعه في some targeted group or the immunocompromised group. So the major group of microorganism احنا عارفين موجوده documented in flowers, vase, water, كلها تكون معظمها تكون gram negative bacteria or some of them pseudomonas, which is the most frequently isolated organism. لكن microorganism from the cut flowers or potted plants have been linked بالاوتبريك اللي تصير في المستشفيات بالهوستل اكوايرد انفكشنز. علشان كده خلوها ممنوع or not allowed or not permitted or prohibited for the vulnerable patient groups اللي هو severely immunocompromised patient اللي سواء كان oncology ولا organ transplantation ولا ياخذون medication for immune suppression اللي عندهم transplantation كل هذول البيشنت والبيرن بيشنت عشان عندهم a big surface of skin impairment اللي عندهم damage في skin البيرن بيشنت فعندهم easy to get the infection. Acutely ill patients اللي موجودين في الانتنسف كير يونتس بجميع انواع سواء CCU, ICU, SICU ولا نيكو وربيكو كلهم هذولا يعتبرون prohibited for them to allowance for the plants and flowers. والهيموديلس بيشنت عشان طبعا اكيد عشان الاكسس وعلشان also the vascular access وعشان الميونو كومبريشن. عشان كده احنا مهم to follow specific measures for the other patient who is are permitted. لازم يكون ال cut flowers and potted plant must be avoided in the rooms زي اللي قلناهم قبل. لازم تكون ال flowers and plants are permitted only in the rooms of the immunocompetent patients only. ولازم تكون limit the plant care to the staff not directly caring for the patients. عشان كده احنا دائما نقول للنيرسز لا تمسكون الفاز وتكبوا الماء لانه ممكن تكون a microorganism in their hands or they are not performing the hand hygiene well and they will transmit the infection to their patients. طيب ال best control جدا مهم يكون عندنا program خاص best control عشان نمنع flies و cockroaches and the best as a all. لازم نكون نهتم انه هذه كلها ال best maybe to be a reservoir for the microorganism and it lead to the healthcare associated infection transmission and outbreak in the healthcare facilities. فمهم جدا يكون في عندنا contract, في عندنا checklist خاصة بالبست كنترول وتكون documented and monitored by the infection prevention and control department. نجي عند الجزء اللي ممكن assignment حقه راح يكون based عليه اللي هو monitoring and feedback. احنا كيف نعمل monitoring the cleaning and disinfection in the areas؟ كيف نعملها؟ أبغى أسمع من دلة. دلة إيش رأيكم؟ كيف نسوي monitoring and evaluation لل quality of cleaning and disinfection في healthcare services سواء في الإكسام؟ مستشفى دلة؟ ممكن direct observation بس ما راح يكون مرة clear يعني. طيب انت فايزه قبل سويتوا حاجه غير دايركت اوبزرفيشن فور مونيتورينج كواليتي؟ ايوه جربنا نسوي الباودر حطينا عليه اليوفي لايت بعد. ممتاز جربنا دايركت اوبزرفيشن. طيب الشرقيه ما ابغى مجمع الدمام الطبيعي بمستشفى التريننج سنتر الثاني اللي هو التخصصي. اعطوني واحده ميثود or approach can be used for monitoring and evaluating the quality of cleaning and disinfection activities. شرقية في أقلام تنحط وعشان تتأكد من الدست ومن بعدها يحط لها UV light. ممتاز بس احنا عارفين انه ما ينفع نتأكد من الدست لانه هو شيء cleaning بعدين disinfection. خلاص طيب نشوفه مع بعض. طبعا دائما يكون المونيتورينج والفيدباك اند اوديت نسميه اوديت للكواليتي حق كلينينج اند ديسانفكشن اكتيفيتيز تكون ممكن تكون دايركت ممكن تكون اندايركت ممكن تكون اوبجكتيف ممكن تكون سبجكتيف بيز على البيرسونال اوبينيون. في ديفرنت ميثودز وموجوده مذكوره في الدليل الخاص بالبيست براكتسز اوف انفايرمنتال هيلث اللي في موقع الاداره. احنا ذاكرين بعض الميثود زي الفيجوال اسسمنت انفايرمنتال كلينينج بيرفورمانس اوبزرفيشن انفايرمنتال ماركينج اند ATP اللي هو adenosine triphosphate. كل هذه الميثود لها كل واحدة منها لها advantage و disadvantage وما نقدر نقول هذا هي الجولد intervention استخدموه لكن هي كلها tools ومذكورة في الريفرنس وفي الإيفيدنس إنه it can be used for monitoring the quality of cleaning and disinfection activities. موجود وصف كل واحد يعني visual assessment معناته لازم يكون في trained observer
يعني trained infection prevention and control يعرف كيف cleaning كيف يصير. على العكس environmental cleaning performance observation هنا لا، هنا في environmental cleaning and performance observation معناته يوقف على رأس العامل النظافة وينظف، فإحنا لازم أشوفه كيف ينظف. وهذا ممكن يسوونه effect يسمونه Hawthorne effect، سؤال يمكن يجيكم زي كذا، يعني معناته زي أنا لما نسوي أراقب compliance of hand hygiene، أنا قاعد هي قاعد تشوفني الستاف إني أنا infection control قاعد أشوف الhand hygiene practice حقها، سواء كان التكنيك سواء كان indications راح تسوي مرة perfect، فيعطينا مؤشر خاطئ لأنه هو عارف نفسه إنه هو مراقب، فممكن يكون هذا هو disadvantage له. environmental mark زي ما ذكروا الزميلات إنه نستخدم في tracing agent نحطه على surface وبعدها نسوي عملية تنظيف وتطهير، وبعدها نجيب اللايت اللي هو زي الـ UV light زي ما ذكروا، ويبين هذا اللايت إذا كان الستيل المارك اللي عملناه موجود أو لا، إذا موجود معناته cleaning and disinfection not done appropriately، وهذا له advantage and disadvantage. وآخر واحد الـ ATB، الـ ATB إحنا حالياً في الإدارة العامة نقيم منتج الـ ATB. الاي تي بي جهاز موجود من زمان بس ما كان موجود في الوزارة، الاسم أدينوسين ترايفوسفيت، عبارة عن اللي هو المادة اللي موجودة أساسا في الـ في الـ في الأسطح حقت الأورجانيك ماتيريالز، يعني it's a substance found in the living cells أساسا موجودة كده عضويا، ونقدر إحنا على أساسها بعد ما نسوي زي السواب بسواب يعني سواب عادية نقدر ناخذ منها مسحة على السيرفس وبعد نحطها في الجهاز حق الاي تي بي ويطلع لنا رقم quantitative number وليس qualitative، فراح يعطيني نمبر مثلا يقول لي والله طلع لك الاي تي بي ريزلت 50، وعلى اساس هو بيقول لك ايش هي الابر ليميت واللور ليميت 50، ومعناته انه في ستيل اورجانيك ماتيريالز موجوده على الاسطح معناته تنظيف وتطهير لم يتم بالشكل الصحيح، بس في لها disadvantage وممكن انها تكون not compatible مع some disinfectant زي الهيدروجين بروكسايد، ممكن تكون ما هي compatible معه فعشان كذا ما يبين تست او يكون failed او يعطينا negative result. يمكن هذا هو الجهاز حق الـ ATB اللي ذكرت لكم عليه قبل شوية، انه يكون زي كذا ناخذ سواب، هذا اللي جواتها الابيض هذا سواب اخذناه ودخلناه في الجهاز، والجهاز راح يطلع لي اخر شيء رقم او رقم كم نسبة الـ ATB الموجودة على السطح. هنا زي ما ذكروا الزميلات اللي هو التريسينج ايجنت، وفي مارك معاه ماركر او يو في لايت او انزيماتيك ديتكتور عشان يبين لي if that trace is removed by cleaning or still there. هذه يمكن اكزامبل عليها. نجي عند البيولوجيكال سبيل مانجمنت، ويمكن هي في اخر الليكشر حقتنا اليوم ان شاء الله. السبيل مانجمنت احنا عارفين احنا نتكلم عن سبيل بيولوجيكال وليس الكيميكال. فالبيولوجيكال سبيل we have to do to avoid transmission of infection. We have to clean the spill of blood or body fluid immediately using the technique in the spill or of blood or body fluids. مذكورة already instruction كاملة على الكيت itself بين الصور وبين وهذه معظم السبيل كيت تستخدم في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة. طبعا لها بوسترز خاصة موجودة في موقع الإدارة. احنا أول حاجة أول ما يصير في سبيل على طول نجيب السبيل كيت. We have to bring the spill kit from the locker or where they stored in the area. على طول we have to open it. We have to put the caution sign and call announce that we have spill here and then start donning of PPE. بعدين نشيل الشارب if we have any sharps materials. And discard in the sharp container. After that, we have to use the نسميها granules materials اللي هي زي الباودر هنا نحطها على أساس يصير absorbent fluids from outer surface to inner. بعد ما يصير absorbent لازم نمشي على contact time required حسب ال manufacturer instruction. بعدها remove by the scoop and scrubber. بعدين نستخدم الكابسول بليتش ونحط dilution based على required instruction of the manufacturer. ونحطه على surface from the outer surface to inner وبعدين keep the contact time and then discard all the waste and the medical waste perform hand hygiene and also call the cleaner to clean behind you. هذا بشكل مبسط هي تعتبر component من الكومبوننت الخاصة بالبيكسل أو basic infection control skills license جدا مهم نتبعها ونفرق بينها على حجمها إذا كانت أكثر من 10 ملي أو أقل، لأنه يعني أقل من 10 ملي ما راح نستخدم أسبل كيت راح نستخدم بس spray wipes
to clean the spill. طبعا كثير نسمع عن environmental sampling في الدليل الخاص best practices of environmental health. احنا ذاكرين different type of sampling كيف تتاخذ، لكن actually the environmental sample never to do it in routine basis. And we have to do it only when we have a specific outbreak investigation or for research purposes, or sometimes before the operating room and protective isolation room اللي هي post pressure, either new building or constructed بعد الإكرة أو بعد ال construction and renovation projects. لكن still حتى بعد ال before operating room still we have some evidence they are not recommended performing sampling post any construction and renovation project. Always remember that environmental cleaning is a part of standard precaution. Standard precaution we are use it or follow it with any patient and any environment regardless of the infectivity status or diagnosis of the patient. And it's really important to implement the environmental cleaning program within the framework of facility level and particularly within the framework of the infection prevention and control program. In conclusion, the healthcare environment contains a diverse population of microorganisms and can be a reservoir for potential pathogens. So we have to collaborate effectively between the infection prevention and control program and the environmental health services and other parties to limit the role of the healthcare environment in disease transmission. هذه الريفرنس اللي استخدمناها لمحاضرة اليوم and I give you here in the slide further guidelines. I hope that you have to read it عشان انتو في advanced course صراحة always explore your knowledge and read any information regarding the guidelines. وأتمنى منكم دائما ما تاخذون a piece of article وتقولون مثلا تناقشونا في الكوميتي تقول في article قال. Never ever use that because the guidelines تكون based على huge number of clinical trials اللي تعتبر الجولد او الابر ليميت اوف ذا بيراميد او الهرم حق الابحاث. فدائما احنا نمسك جايد لاينز عشان فيها different or huge number of evidence or clinical trials or studies that concluded to the recommendations. لكن لما نجيب piece of paper or article and we discuss as an infection control, never do that.